والآن إلى موعدنا اليومي مع أخبار البورصات الأمريكية مع مراسل فرانس 24 في بورصة نيويورك أحمد فتحي. أحمد، كيف أنهت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم؟ نجيب، اليوم كان اللاعب الرئيسي في البورصات الأمريكية هو بكل تأكيد بيرن برنانكي محافظ الاحتياطي الفيدرالي. الداو جونز أغلق عند مستوى 12824 بخسارة 13 نقطة، أي 0.1%، والناس داك لم يتغير ولم يهبط أو يصعد فوصل إلى صفر. أما الاس ام بي 500 فقد خسر نقطتين بنسبة هبوط 0.17%. بن برنانكي اليوم أعلن امتداد العمل ببرنامج تويست بمقدار 267 بليون دولار، وهذا البرنامج يقوم فيه الاحتياطي الفيدرالي ببيع سندات قصيرة الأجل وشراء سندات طويلة الأجل في محاولة لتقليل تكلفة الإقراض للشركات والأفراد الأمريكيين. ولكن خبراء الاحتياط الفيدرالي لا يتوقعون زيادة نسبة العمل للعاطلين، ولكن يتوقع ثبات مؤشرها. بالنسبة للنفط فهو هبط إلى أدنى مستوياته منذ شهر أكتوبر، وهو حاليا أغلق عند مستوى 81 دولارا بمعدل هبوط 3.53%. أما بالنسبة للأسهم فيوجد برقة أمل بأن بعض المراقبون أن شركة فيسبوك من الممكن أن تشهد ارتداد إلى مستويات الطرح العام، وهي عند مستوى 38 دولار عبر نعم. إعلان شركة فورد وكوكاكولا اليوم أنهم سيقوموا بشراء إعلانات على هذه التواصل. أحمد فتحي مراسل فرانس 24 في بورصة نيويورك، شكرا جزيلا لك.